إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. السردين من هنايا وكتكون الكحوليه هنايا، هذا فيها الكمامه، السردي حر، هذا كيكون سردي حر والبالي. عاش تقريبا ثاني الفوق الفولات ها هما هنايا. لا لا تبارك الله، مالكي مالكي هذيك 7000 درهم، السوق مالك، السوق مالك. اه ملازم هو زوين وملازم، الله يبارك لي على وجهك. مالح مالح كاين سير اخويا، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، الله يعاونك انت، الله يسهل عليك. كيف ما كتشوف اخويا الحويره ليلي غالي اخويا العذاب، لا لا مسكينه هو ما عنده ما يدير اخويا، غادي راجل شنو غادي معنا بيبي مع الطريق الطريق وغنشوف عايدو فيهم هادشي اللي كاين بيبي بيبي وشي دجاجه بخير ان شاء الله. شنو حاولي بالسلامه درهم جمال ناخذ شي تزاد به عالم السكر باش تجيك دوره مشكله، الزيت راه مشكله اخويا. الله يفكر لي اخر نوش اخر نوش على عبد الله، الله ما نسمحولي لا من عينو. شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا في قناه شوف تي في خلال هذا البث المباشر من قلب السوق الأسبوعي وسوق السبت، مدينة ديال الصرا هي التسمينة ديال الحولي. الثمن هذا خويا الدواء الدودي، نعم نبيعو عينا خويا. شحال اخويا تبارك الله تبارك الله، شفت اخويا ديما كتجيبو ثم من وين تجيب الداود ياك؟ المليح ياك ولا لا؟ لا ما كانش المليح ما كت هذا صحيح تبارك الله. صافي اسيلي العين كمام دار مزوق وعريان. تبارك الله خويا تبارك الله، وهذاك اللي ملهيب الاخر اللي ملهيب 130 مشروع تبارك الله خويا تبارك الله، الله يسخر الامور. شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب السوق الاسبوعي ديال الصفاط، كتشوفوا الاثمنة ديال السوق. نشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء، إلى اللقاء في بث مباشر آخر.
العام هذا 79,000 ريال. مباشرة من المنزل وغيعطيكم كلشي كلشي متابعينا. باش نسولك سؤال، باش كتعرف حوالي السردين شنو كتسمى؟ مميزات ديال السردين شنو كتسمى؟ السردين كيكون فمه بحال عينيه كحلين، فمه بحال عينيه كحلين، رجلين تما كحلين. عريان من العنق ديالو. نعم هذا المتابعين الكرام، غتشوفوا معنا اكبر حولي اللي واصل الثمن ديالو 110,000 ريال. هذا الحولي اللي قدامكم متابعينا الكرام واصل 110,000 ريال، هو هذا تبارك الله الخير موجود. هذا تصور ماشي حوالي تبارك الله. اذا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، تا وصلت حوالي 110,000 ريال، هذا 110,000 ريال 5500 درهم مباشره من السوق الاسبوعي الزايده بالمليح موجود وكاين الخير. كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام حولي موجود والثمن مناسب هاد التب. Thank you.